من جدي مودست المهاجم الافضل في تاريخ الدوري الالماني. عنده ليفاندوسكي شوط وكاس، مودست هو الاساس، هو ده الدوري الالماني يا جدعان. لما ضمننا الماتش وبدانا نحتفل كلنا، الاهلي دخلنا في ازمه توتر رهيبه. من هديه من مصطفى شوبير بيدخل فيوتشر في الماتش وبيخلينا نعاني لغايه ما مودست بيعملها. ايوه دي بقى ميزه ان انت تجيب لعيبه تقال وكبار في السن وفي الحجم، بس حلو كده. وقلبي عندك اللي ريحه الشياط واصله لي لحد الحسين، اقسم بالله وصايه لحد الحسين. غيرت اسكندريه جيت الحسين، ريحه الشياط واصله لي. انا عارفه ان انتوا كنتوا عايزيننا نخسر، بس بعينكم مش هنخسر ومش هنقع. واول بطوله لام وحبيب قلبنا الحراق المشطشط اللي بجد، خش السعد يا جماعه. باي. عارف مين اكتر حد صعبان عليا في الماتش بتاع النهارده ده؟ جمهور نادي الزمالك. جمهور نادي الزمالك قعد ومتعشي وقال لك بس خلصت، والشماتة كده والضحكة من هنا لهنا، وقال لك بس ما قلنا ما تأمنش ليه النادي الأهلي إلا بعد لما الحكم، بعد لما الحكم يصفر إيه، بعد لما اللعيبة تروح الأوتوبيسات بتاعتهم ما تأمنش. كنت مستني تحفل على إمام عاشور النهاردة وتقول عليه وش الفقر، بس النهاردة مودست قال لك لا تعالى وقت تاني. الليلة ليلة إمام عاشور وليلة تتويج إمام عاشور بأول بطولة ليه في مسيرته مع النادي الأهلي. لسه عزيزي الزملكاوي هتتفرج على إمام عاشور كتير قوي وهو بيتوج بطولات. خليك مستعد وحاول تشيل إمام عاشور من حياتك عشان تقدر تعيش وتكمل. يا برنس دوت لما بيغيب ما بيغيبش عوانطه، ده بيغيب عشان لما بيرجع بيجيب بطولات. ايه يا عم مودس ده؟ ايه الحلاوه والطعامه دي؟ مودس يا برنس رجع وسجل هدف وصنع هدف كمان. ولا يهمك يا اوفا، رصيد مصطفى شوبير يا برنس يسمح له ان احنا نسامحه على اللقطه ديت. جنش يا برنس كان عاوز يودينا لضربات الجزاء عشان هو شاطر فيها، ولكن يا برنس واحنا ملبسها له. البطوله السادسه لجد كاريريرو مع النادي الاهلي ولسه كتير يا كولر. والهدف يا برنس حسين الشحات، يا جماعه حسين الشحات كان فرده تقيله النهارده، يعني هو وكهربا عملوا جون جامد قوي زي ما انت شايف. برضه يا برنس الهدف بتاع كهربا حطها بدماغه، يا كهربا النهارده برضه الفولت فولت. الحمد لله يا برنس ختمنا سنه 2023 ببطوله، وان شاء الله بقى نبدا سنه 2024 ببطولات اكتر واكتر. الجديد يعني ايه اللي حصل؟ السوبر دايما اهلاوي، خلاص يا معلم بقت عاده النادي الاهلي متعود عليها، وبرضه معاه جمهور النادي الاهلي عليها والمنافس كمان. الاهلي اللي من دول ماشي بنظريه حلوه قوي، ريح الزبون او عشم الزبون. بعد ما كده الاهلي متعادل 2-2 يرجع الاهلي يقلبها على 4-2 ويدي لفيوتشر احلى خبور. ساعات بسال نفسي هو العيب في مين؟ هل العيب في مودست اللي ربنا كرمه النهارده الحمد لله باول بطوله ليه مع النادي الاهلي وربنا يفتحها في وشه ويكمل على كده، ولا على الناحيه الثانيه العيب في لعيبه النادي الاهلي اللي اصلا مش فاهمه من كلام مودست؟ بالبداية كده يا معلم وبالبساطه، مودست مهاجم محط. يعني ايه؟ يعني هتديله كروسات هيديك اجوان، هتقعد تحنيك عليه والشغل الحمضان ده اللي هو انزل اضغط وفضي مساحات وتحرك والكلام ده مش هتاخد منه بجنيه كوره. النهارده مودست كان تاثيره واضح جدا بمجرد ما نزل، واضح جدا ان هو مهاجم محطه وفي اكتر من كوره كان بيسند الكوره عمرو السولي او قفشه، بس للاسف ما كانوش بيعرفوا يستغلوا الكوره اللي كان بيكريتها مودست. على الناحيه الثانيه مصطفى شوبير، عادي يا عم شوبير، عادي يا اوفا يا حبيب قلبي، كل الحراس بتغلط واخرهم غلطه الهوجو لوريس في كاس العالم 2018 في النهائي قدام كرواتيا. بس الصح اللي بقى اللي انت تتعلم من غلطاتك، عادي يا معلم وخليك واثق في نفسك، وشوبير حارس امكانياته عاليه جدا. وطبعا عمرنا ما هننسى في الاخر صاحب العظمه دايما جدي مصر كولر حبيب كل الاهلاوي. السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا قهوه الخواجه. دايما بنقول بتشجع كوره ولا بتشجع نادي؟ السوبر اهلاوي اول بطولات امام عاشور مع النادي الاهلي، اول بطولات انطوني موتس مع النادي الاهلي، ومارسيل كولر بيختم موسم 2023-2022 ببطوله السوبر المصري السوبر اهلاوي. واسمع رايك في الكومنتات بعد ما شفنا فرحه وجمهوره النادي الاهلي.